عسلامة. عسلامة أختي. لاباس؟ ولله الحمد. مرحبا بك. بيك عايشك. مسيو أنت مقيم بالخارج؟ نعم. في فرنسا؟ نعم. في فرنسا. قداش عندك مقيم؟ والله مشيت 1972. إيه. يعني مشيت عمري 10 سنوات. إلى يوم مازلت نعيش في فرنسا. أنت من التوانسة اللي هاجروا في السبعينات. برشا توانسة هاجروا في السبعينات. هذيك الخبزة كتبت لينا باش ناكلوا غادي. كنت كل عام تجي لتونس ولا لا؟ بلادي. باهي برشا. كل سنه يعني نجي نشوف اهلي ومالي و... اهلك يعني وحب في الوطن بيان سور. انا وطني 100%. تجربتك كانت سهله ولا صعيبه الهجره في الوقت الحاضر؟ صعبت. كل 10 سنوات كل شيء يتغير. يعني ما شاء الله عندك قريب 40 سنه. 51 سنه. سامحني اي قريب في بالي شو قلت لك قريب 50 سنه. 51 سنه. كي نعمل الحساب بالضبط 72 الى 26. اي سبري 51 سنه. اي والحمد لله يعني بون هذيك خبزتنا كانت ما مكتوبش ناكلوها غادي كينا وعشنا وخدمنا والى اخره الى يوم زدنا في الشغل. والحمد لله بالنسبه للمهاجرين اللي في الوقت الحاضر ماشيين لتونس صعبت عليهم ياسر. تو نجيو هالموضوع هذا مسيو. سنوات تعداو في ساعه ولا خذوا وقتهم؟ والله كي ترجع على التاريخ وذكريات يعني كاين البارح. بالحق. 51 سنه تعداو في ساعه. بالنسبه لي نتعداو في ساعه في ساعه. كانت تجربه ناجحه ولا لا؟ تجربه ناجحه بالطبيعه. قلت لي على خاطر الخبزه صعيبه. في الوقت هذاك عام 72 كيفاش كانت الظروف في تونس بالنسبه لك انت وقتها شاب تونسي؟ يعني نحن تعبنا المواطنين تاع المهاجرين جزيري تونسي المغربي الى اخره كنا تعبانين بينما حطينا على جنب الا يعني مرحمة ربي يعني نقولوا احنا اللي مشد معاهم صحيح كل شيء ونجح مثلي ومثل اهلي وكل شيء والاخرين تعبانين شوي. شكون؟ تعبانين يعني راني يشوفونا ليس يعني من اهل الوطن نقولوا احنا. فهمت. ديما يحطونا على جنب. صعيب علينا نوعا ما تمييز اكيد يعني ما يشوفك عربي يشوفك عربي يعتبر ماهوش من هذايا في السبعينات والا توا في السبعينات. تعذبت عبد الله تعذبت انا عبد الله تعذبت. شنو هي المواقف الصعيبه هذه مواقف التمييز يعني اللي تعرضت لها في فرنسا يعني تحكي من السبعينات واطلع اصعب مواقف يعني يشوفونا نظره اللي نحن ماهوش فرنساويين ونحن جنوب شنو ناخذوا لهم بلاصتهم وناخذوا لهم يعني المهنه نتاعهم والشغل نتاعهم وكل شيء. يعني المعامله نتاع التمييز كانت واضحه والا لا؟ كانت واضحه كانت واضحه ولهذا يعني نتعبوا بينما خاطر كي تشوف الجلد نتاعك يعتبر بيك اللي مش من اهل البلاد هذه وهذا هو يعني التعب نتاعنا اللي تعبنا فيه نحن خاصه المهاجرين كي مشينا من عام السبعينات وطلع ومن بعد وقت كي تشد معاهم صحيح يحترموك ويقدروك وتقول هذوما الماشيين بالطبيعة ثمن ينجح وثمن ما ينجحش. الهجرة يعني إجراءات الهجرة بصفة عامة تغيرت من 72 ل 2023 بالطبيعة تتغير يعني كل شيء تبدل كل شيء تبدل كل شيء تبدل خاصة عندي من أهلي كل شيء يحبوا يعملوا أوراقهم بالتي أحسن ويخدموا كل شيء وصعبوها صعبوها صعبوها للآخر صعب. بون عبد الله يعني عندي زوج جنسيات تونسي وفرنساوي خاطر زوجتي اجنبيه يعني. يعني مش حكيت يعني عندي خويا وكل شيء كلهم خذينا جنسيه فرنساويه والحمد لله من هذا مازلنا تونسي يعني. واش بتقول الاخر اختي؟ قداش عندك توا متزوج اجنبي؟ كان قداش عندي؟ متزوج اجنبي والله وصلت توا 40 سنه ما شاء الله. الحمد لله. هاو العلاقة تنجح ما بين تونسي وأجنبي؟ نسمعوا ساعات اللي ليه ما تنجحش وما يتفهموش، فما اختلاف في المونتاليتي، الزواج المختلط ديما عنده مشاكل، هاو ما شاء الله نجح. نجحت، هو أولا زوجتي أجنبية مي أبوها من الجزائر شقيقة، وأمها فرنسوية حرة. يعني اشتر اشتر. عندها شوية هكا. اشتر اشتر. هي جاية المكثرين من أبوها ليس من أمها. كهو مالا. وبوها عربي وكان شجاع وكان ونحن انسان الله يرحمه يكون الله يرحمه وينعمه. به الترحيل قلنا باش نحكيو فيها النقطه هذه نتاع الترحيل، ترحيل المهاجرين الغير نظاميين. بيان سور توانسه.
كيفاش أثرت على المقيمين غاديكا؟ المقيمين يعني القانونيين. يعني في القانون تاع فرنسا مع المهاجرين في الوقت الحاضر والقديم؟ لا لا لا، في الصيف في السنة معناها في الفترة اللي فاتت. في فرنسا تحكي ولا هنا؟ التوانسة متاعنا احنا اللي في أوروبا تم ترحيلهم إلى تونس عدد معين. لا والله بسهولة يسهلوا عليك، يعني ترى تمشي تسافر لتونس ولا بخور ولا يهمهم. اسمع حاجة بسيطة، أبسط حاجة، الفرنساوي كيشوف عربي خاصة الاسم، ما حتى لو كان عندك باسبور فرنساوي. فهمتك. ماذا بها؟ فهمتك. مسيو أنا مانيش نحكي عليكم أنتم المقيمين معناها أموركم قانونية، نحكي على الحارقين اللي يعيشوا غاديكا. تعبانين. رجعوهم معناها لتونس، فما البعض منهم رجع لتونس. صحيح، تعبوا ياسر، تعبانين ياسر. شنو رايك في حكايه الترحيل هذيا؟ هذيك السياسه تاع فرنسا ماهيش سياسه يعني حقيقيه، راه مثما كحزب اليمين هذاك سامحيني بالكلمه هذه سي دي جون انكولت و سي سون دي اكزينوفوب باللغه الفرنسويه. دونك بصدفه اون فوا يشوفوا الحارق التونسي الجزيري ما ينكروا من راس رجليه. هذا هو. هذه تاثر عليكم انتم كمقيمين يعني؟ لا احنا اللي شادين صحاح ومن عهد زمان، يعني عندنا الكلمه واضحه، ليش مش يكلمونا نحن؟ يعني عرق جبيننا خليني غادي. لو نحكيو شويه على وضعيه الحراقه في فرنسا. كيفاش؟ والله باش نقول انا عبد الله، فرنسا يعني جت لتونس من عامل البيات الله يرحمه، وقولوا احنا كيما تدين تدان، كيما عملتوا في الوطن نتاعنا حتى نحن نعملوا كيفكم، ولهذا بطريقه اخرى يعني ماشي طريقه قانونيه، انتم جيتوا بالعنف، احنا جيناكم بلدي احسن من حبه حبه من كره كره. هذا مش بقول لاخوتي المهاجرين يحرقوا، مش ماشيين يعني باش يعني هذيك هي الدنيا. مو chaque siècle il y a ce qu'on appelle un renversement de civilisation. فهمت؟ مثلا تو فرنسا متركزه على 80% سوسون دي زيميغري، ابداها بالاسلاف طلاين اسبانيول برتغي الى اخره، حتى من الروس اللي بلغار، وتكونوا ووصلوا الى اخره، وتوجد الاجيال نتاعنا نحن يعني جزيريين مغاربه التوانسه مثلي ومثل غيري. من خلال تجربتك الشخصيه نتاع الهجره، باش تنصح الشباب التونسي اللي يخمم في الهجرة الغير شرعية؟ أنا عبد الله نشجعه. بالحق؟ نشجعه. نشجعه، خاطر ممكن يجيب فكرة جديدة للبلادي فرنسا، مهما كانت تكون بلادي، يجيب فكرة جديدة ممكن. هل ينجم ينجح اليوم المهاجر الغير شرعي في فرنسا؟ يجيب فكرة ممتازة وباهية وقانونية، ينجم ينجح ويسهلوا عليه راهو. في بالنا ما عادش ينجموا يخدموا يعني هكا في النوار ولا يخدموا؟ لا يكذبوا عليك ينجم يعني بسهوله بفكره. يومنا هذا؟ الى يومي هذا بفكره يعني نفرض، خاطر نحن عندنا ديكراك في تونس. عندنا كفاءات. عندنا ديكراك في تونس، ينجم بك الكلمه هذيك ولا بك المهنه اللي تشفاها في بلادنا في الوطن يهزها لفرنسا ينجح بها. بتقدر تحكي على صاحب شهائد عليا؟ لا اي انسان انا نحكي، اي انسان. اي انسان حتى فكره حاجه بسيطه، انه نفرضوا مثلا باش يهز يجيب فكره باش يهز مزابل، فكره يعني يعطيوها فرصه باش يفكر. احسنت. ليش ما ينجح؟ يعطيك الصحه يا مسيو، مرحبا بك في تونس، نخلي لك الكلمه الاخرى. والله لا الكلمه الاخرى قلتها للسيد وسامحني كان يعني وجعتك. انا نشجع اخواتي التوانسه بصفه عامه، من الشمال الى الجنوب، من الشرق الى الغرب. راهي بلادي عزيزه عليا. وكانت نظيفة وبدت يعني الوسخ، وهذا لا يعقل منه، بينما النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان. يعطيك الصحة مسيو.